السلام عليكم يا جماعه. دائما الله موجود، ليش خايف؟ دائما اسال نفسي السؤال هذا، اقول ليش خايف والله موجود؟ قل لن يصيبنا الا ما كتب الله لنا. بتمر علي ازمات، بتمر علي مصاعب، مصائب كثير. يا ربي انت اصبتني بهذا الشيء، انا عبدك وانت ربي، انت الملك المتصرف فيما تشاء، انا ما لي حيله، حتى في نفسي ما لي حيله، فالحمد لله يا رب، هذا قضائك وما لي الا اني ارضى فيه عشان انت ترضى يا ربي. يعني شعور ان الله سبحانه وتعالى يشوفك وانت تتالم وانت في حزنك وانت في مصيبتك وانت في هذه الازمه كفيل بالاطمئنان. خليك تطمن، خلاص الله موجود، الله سبحانه وتعالى انت شايف يا رب، فهمت؟ لو تجمعوا الناس كلهم عشان يضرونك بشيء، ما راح يضرونك الا بشيء قد كتب الله سبحانه وتعالى عليه، والله سبحانه وتعالى يعلم فيه، لانك انت في عالم الله، في كون الله، في ملكوت الله. كل الاشياء اللي تتخيلها، اللي بتاخذها من ملك الله، اللي بتروح منك هي من ملك الله. اذا الله سبحانه وتعالى هو المتصرف بكل شيء في ملكه، انت مالك علاقه، انت مجرد عبد، حياتك مؤقته جدا وبتروح.